في القريب العاجل إن شاء الله راح يتم تزويد هذين اللي في الحجر المنزلي بأسورة غير قابلة للخلع، مرتبطة بجهاز يعطي إشارة إلى التليفون بحيث أنه هو ما يقدر يبتعد عن التليفون أكثر من 15 متر، فبالتالي بالإمكان ضبط هذه العملية وتعطي اطمئنان كبير جدا للناس أن فعلا اللي في الحجر المنزلي ملتزم بهذا الحجر. ومثل ما قلنا بعد ذلك قضية يعني المخالطين تكون سهلة، لأن احنا أي واحد تطوعا ركب التطبيق نقدر نقول له إذا هو صار قريب من شخص خالف أو خرج من الحجر المنزلي. الأسورة تجربة كانت موجودة في عدد من الدول مثل هونغ كونغ.